والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب الخير جميعا. أحيانا بحتاج إني أغير في واحدة أو أكثر من البروبرتيز بتاع الأوبجكت. طيب يا ترى أنا ممكن أعمل القصة دي إزاي؟ المقام اللي أنا عايز الناس ما تستغربش من وجود السيمي كولن بنهاية الكيرلي بريسز، لأن المفروض إني بصرح عن أوبجكت واحد بس، يعني المفروض إن السطر ده بيتكتب بالشكل ده. لأن حتى أنا قلت إنك بتاخد كومات للفصل ما بين العناصر تبعك، فالمفروض إن السطر ده يتكتب بالشكل ده. فوجود السيمي كولن بعد الكيرلي بريسز الدلالة إن السطر البرمجي ده انتهى. تمام؟ جميل. خلينا نرجع الموضوع حلقتنا. انا احيانا بحتاج اني اغير في قيمه او اكثر من قيم البروبرتيز الخاصه بالاوبجكت ده. ببساطه انا ممكن اكتبها في جمله الطباعه، يعني مثلا لو انا قلت دوكيومنت دوت رايت، وهقول له بص يا سيدي دوكيومنت دوت رايت، انت عارف اني لما احب انادي مثلا على ايش هنادي عليه بيرسون دوت ايش، صح كده؟ زي ما انا بقول اهو document dot write، انا بقول person dot person dot ايش، عارف ان لما امدح على person dot ايش هيجيب لي 30 القيمه بتاعت ايش. جميل. ممكن عليها اجري عمليه حسابيه اقول زائد 2، هيقول لي 30 زائد 2 ب 32. دي واحده من ضمن الطرق اللي ممكن من خلالها اني اجري اني اعمل تشينج في القيم بتاعي مع المحافظه على وجود الفاريبل بالبروبرتيز بتاعه زي ما هي. في حاجة تانية أو في طريقة تانية من ضمن الطرق دي، إني يا جماعة أعرف متغير جديد وأسند له قيمة جديدة. يعني مثلا أقول var new age بيساوي، أقول والله new age ده بيساوي إيه؟ بيساوي person dot age القيمة القديمة، قيمة person dot age اللي هي 30، وأنا هضيف عليها 2 ويطلع لي بقى. وانا لما احب امدح امدح على ايه؟ امدح على الفاريبل الجديد، امدح على مين؟ دوكيومنت دوت رايت قيمه مين؟ قيمه النيو اتش. لو انا عملت كنترول اس وسيف الاقي طلع لي ال 32 اللي هي قيمه البيرسون اتش، اللي هي قيمه 30 وجمع عليها 2 ونزيد عليها 50 بوينت في نهايه السنه البرمجه. حلقه اليوم سهله وبسيطه وخفيفه. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.